يا أيها المريد اسمع لتستفيد حقائق التوحيد لله ذي الجلال ونزه الإله بالقلب والأفواه فما له أشباه وما له مثال محده المكان فيما مضى والآن وما عليه كان سبحانه المتعال فجرد التوحيد تحظى بما تريد وترزق التسديد في القول والفعال ولتحذر التجسيم وقوله الذميم فشره وخيم في الحال والمآل في الحال والمآل. يأتيكم بإذن الله في الأوقات التالية.